إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 14 بعد 119، وفيه 3 مسائل: الأولى تأصيل علمي ورد منهجي على جماعة التبليغ، الثانية عجائب الإخوان المسلمين وسبب تأليف الإمام الألباني لكتابه تحريم آلات الطرب، الثالثة الرد الشرعي على من ينفي دخول الجان في الإنسان. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من محرم 1417 هجري، الموافق 14 من الشهر السادس 1996 ميلادي. فأقول هذه القصة تنبئنا بأن العلم إذا تعرى عن منهج السلف الصالح فهو ليس علما، وإذا كانت الجماعة الإسلامية اليوم على وجه الأرض لا تهتم بدراسة هذا العلم الذي قال عنه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البار به ابن قيم الجوزية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. إذن العلم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. اليوم هذه الجماعات كلها ما يعرفون هذا العلم، يعرفون هذا حنفي يقول في المسألة الفلانية كذا وهو يتعبد عليها، وعلى ذلك قس المسائل الأخرى. جماعة التبليغ يتعرضون لمشاكل قد لا يتعرض لها الجماعة الأخرى. إنهم طوافون في البلاد ويسافرون إلى بلاد الكفر والفسق والفجور في سبيل ماذا؟ الدعوة، إنه في سبيل الدعوة. يا جماعة، فاقد الشيء لا يعطيه. الذي يريد أن يذهب إلى بلاد الكفر وبلاد الفسق والفجور يجب أن يكون مسلحا بسلاحين ماضيين: السلاح العلمي والسلاح الخلقي. ونحن نعلم أن جماعة التبليغ بيطوفوا على المسلمين الدراويش، هل يمكن ما يحسن أن يصلي لله صلاة؟ فبيحمسوهم وبيثيروا عواطفهم الجامعة، والخروج في سبيل الله والخروج في سبيل الله، بترك أهله، بترك شغله، وبيسافر لوين؟ لبلاد الفسق والفجور، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، إلى آخره. هذول مش مسلحين، أكيد مش كلهم مسلحين بالسلاحين المذكورين آنفا، بل أنا أقول ما فيهم واحد متسلح بالعلم الذي قدمنا له بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك نحن ننصحهم، منذ كنت في سوريا قبل 15 سنة: إلزموا المساجد وتدارسوا كتاب الله، كما جاء في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اجلسوا في المساجد وادرسوا كتاب الله عز وجل، وليكن منكم فرد واحد عالم ثم ليخرج ليدعو في سبيل الله، وهذا واجبه. أما أن يخرج واحد قد يكون من بينهم عالمهم لكن هو ليس بالعالم كما ذكرنا آنفا، ثم يتبعه الجماهير
وهم بحاجة إلى أن يسكنوا في بلدهم ليتعلموا العقيدة أولا، ثم العبادات والسلوك ثانيا. نحن نعلم من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي الأول أولا، ثم من قوله عليه الصلاة والسلام ثانيا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. خير الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نعلم أن عالما منهم خرج حينما خرج يدعو في سبيل الله ومعه 15 من عامة الصحابة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علي ذهب بنفسه، معاذ ذهب بنفسه، أبو موسى ذهب بنفسه، دحية الكلبي ذهب بنفسه، كل هؤلاء الأساطين من كبار علماء الصحابة خرجوا وحدانا يدعون إلى الله وإلى دين الله عز وجل، وما استصحبوا أفرادا من عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك إخواننا هؤلاء عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فعليهم بدل الخروج أن يجلسوا في المساجد ويتدارسون القرآن، يتدارسون السنة، يحسنون العقيدة قبل كل شيء. ونحن نعلم بالتجربة أن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين وحزب التحرير منهجهم العلمي الفقهي يختلف تماما بينهم. أعني إخوان المسلمين منهج علمي فكري مختلف بينهم، حزب التحرير كذلك. يكفي كما ذكرت آنفا، في حزب التحرير لا يجمعهم الكتاب والسنة، يجمعهم الحزبية فقط، وإلا فيهم من كان أبو حنفي فهو حنفي، من كان أبو شافي فهو شافي، وعلى ذلك فقيس بقية المذاهب. والإخوان المسلمين كذلك، ما في عندهم منهج علمي عقدي فكري يجمعهم، وإنما تجمعهم فقط الحزبية. كذلك إخواننا دون الطيبين جماعة التبليغ ما عندهم منهج علمي فكري يجمعهم، تجمعهم ماذا؟ الدعوة، والتي يسمونها ولا مؤاخذة بغير اسمها الخروج في سبيل الله، هذا ليس خروجا في سبيل الله. نظموه خروج 6 أيام، ما أدري كمان النظام لأنه أنا ما بهمني هذا، نعم 40 يوم كذا إلى آخره. وكنا حينما نلتقي مع بعض الطيبين منهم ممن عندهم نوع من السلفية، نوع أقول، وهم يعني معنا بصورة عامة، يعني ما بينكروا علينا كما يفعل الآخرون، لكن ما يهتمون خاصة بأفرادهم، ما تجدهم يهتمون بإصلاح الصلاة التي قال فيها الرسول عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنا أعتقد أن من آثار المنهج الفكري هو أن تتوحد الأفكار، وبالتالي تتوحد العبادات، وبالتالي بتوحد السلوك. أنا كنت قرأت في مجلة عراقية، عفوا مو مجلة، جريدة تصدر من العراق من الحزب البعثي الحاكم هناك مع الأسف، كتب كاتبها مقالا يحض الحكام هناك ضد السلفيين، والشاهد ماذا يقول، وهذه ظاهرة ملموسة تماما: هؤلاء صلاتهم واحدة، يفعلون كما يفعل الإمام تماما، كيف يقوم الإمام هم يقومون، كيف يركع هم يركعون، كيف يعني في عندهم نظام موحد، وهؤلاء يخشى منهم في المستقبل. ويقول: نحن ندري أين يجتمعون وأين كذا،
وإذا كانت الدولة تريد فنحن نذلهم إلى آخره. هذه الوحدة العبادية إذا صحت هذا أمر مهم جدا، بينما المسلمون بكل جماعاتهم وأحزابهم متفرقون في العقيدة. تجد في الإخوان المسلمين، أنا أعرف الناس بهم لأني عاشرتهم داعيا في دمشق عشرات السنين، وهنا لما جئت أيضا بدأت أعاشرهم، لكنهم أعلنوا المقاطعة واتخذوا قرارا لمقاطعة الدروس الألباني، وبعض إخواننا يعرفون هذه المسألة إلى آخره. فتجد في الإخوان المسلمين من هو سلفي العقيدة، إذا سألته مثلا السؤال النبوي للجارية أين الله، أجابك في السماء. تسأل إخوانجي آخر بيقول لك الله موجود في كل مكان، أعوذ بالله. تقعد بالجاد وبتقول له الأمكنة فيها القاذورات والكهارين والآخر، الله موجود هناك ما يحار، ليه؟ ما عنده عقيدة صافية. هذا إخواني وهذا إخواني، وعلى ذلك فقس الجماعات. جماعة تبليغ كذلك فيهم ناس تطعموا بالدعوة السلفية من بعض الجوانب، فصحوا عقيدتهم إلى حد لا بأس به، صحوا صلاتهم إلى حد، لكن ما جعلوها من أصول دعوتهم، ولذلك تجدهم يختلفون كل اختلاف. خلاصة كلام بارك الله فيك، وكما قال عليه السلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجماعة التبليغ، الأخوان، التحرير من عامة المسلمين، واجبنا أن ننصحهم، نقول لهم اهتموا كما قال ذلك الشاعر الراجز: العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ما هو الأهم الآن عند الأخوان المسلمين؟ الاشتغال بالسياسي وتلقف الأخبار السياسية واستنباط الأحكام من هذه الأخبار، وليتهم كانوا يستطيعون أن يعملوا شيئا وهم يعيشون تحت أحكام استبدادية. ما في فائدة من هذا العمل، بينما العمل العلمي التربوي هو الذي يثمر ثمرته. فإذا هذه نصيحتي: العلم الصحيح والتربية على هذا العلم الصحيح. هذا ما عندي، وجزاك الله خيرا. وليبلغ الشاهد الغائبة. ما لهذا اجتمعنا؟ ما هيك أبو كامل؟ لا اصبر شوي، أنا لاحظت ملاحظة آنفا من بعض إخواننا واعتبرته خطأ، وأريد أن أعرف أنه إذا كان خطأ علميا أن نتدارسه وأن نبحث فيه، وإذا كان خطأ عفويا عمليا فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رأيت أحدهم يحرك إصبعه بين السجدتين، فهل كان هذا عن خطأ عملي؟ يعني ظن أنه في التشهد فحرك إصبعه، أم كان عن خطأ فكري وعلمي؟ لولا أني أعلم أن هناك بعض الشباب المتحمس للحديث وللسنة يرى أن تحريك الإصبع بين السجدتين من السنة، لولا أني أعلم هذا لحكمت بأن ما شاهدته آنفا هو خطأ عملي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن طرقت احتمال أن يكون خطأ
علمي فكري، لأني أعلم أن بعض الشباب اليوم في العصر الحاضر يرى هذا الرأي تحريك الأصبع بين السجدتين، كما أن بعضا آخر لا يرى التحريك مطلقا، وهذا من الخلافات الناشئة في العصر الحاضر. فإن كان من بينكم من صدر منه هذا التحريك سهو عملي فعفى الله عما سلف، وإن كان يرى ذلك من السنة فأنا أريد أن نبحث الموضوع بحثا علميا قياما بواجب التبليغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إن كان هناك أحد، أنت تجيبني عن سؤالي؟ لا أنا ما في. من باب إحسان الظن في هذا الرجل الظاهر شيخنا خطأ، سهول خطأ. نعم إذا نبدأ، يعني معكم 10 دقائق من أجل خاطر المضيف هذا. تفضل. في يعني كثير من العوام بيعتبروا السلفية حزب، ماذا نقول لهم؟ لا، السلفية ليست حزبية، بل السلفية تتسع لكل الأحزاب، ولا حزب واحد يتسع للسلفية، والواقع يشهد بذلك. جزاك الله. أي نعم. تفضل. يجوز ولا يجوز؟ تدري كيف يجوز؟ في مذهب واحد، المذهب الذي قال: وداوني بالتي كانت هي الداء. تعرفه؟ وابو نواس. إذا يجوز على هذا المذهب، أما على قولي عليه السلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث السنن الصحيح أيضا. أما رواية مسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة الصبح 40 يوما. فمن شاء أن يصدق عليه قوله عليه السلام فقد كفر أولا، ومن شاء أن لا تقبل صلاة الفجر منه 40 يوما ثانيا فليأتي العراف. ثم هذا طبعا اسم تعليق بما لا يجوز، هو محال جائز واقعيا، لكن هذا بما لا يجوز، وهو لا يجوز بطبيعة الحال. لكني أريد أن أقول بهذه المناسبة، هذا السؤال مع الأسف الشديد ما يصدر إلا بسبب بعدنا عن الطب النبوي، وبعبارة أخرى بسبب بعدنا عن المعالجات الطبية النبوية المعنوية. أنا أعتقد أن ما قلت أن آل بيت يقطعون بأن هناك سحر، هذا سبب الغفلة عن الإتيان بالأسباب التي تصون البيت المسلم من أن يمسه شيطان من شياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس. لعلكم جميعا أو على الأكثر على الأقل أكثركم يعلم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل بيته فقال بسم الله
قال الشيطان لأتباعه: لا مبيت لكم الليل هنا، لا مبيت لكم. وإذا جلس يأكل فسمى الله عز وجل، قال: لا عشاء لكم الليلة. وعلى ذلك فقس، إذا وضع المسلم جنبه لينام وقرأ آية الكرسي، كان في منجاة من أن يضره إنس أو جان، بشهادة من لم يصدق في حياته كلها إلا مرة واحدة حينما جاء الشيطان ليسرق من بيت المسلمين من التمر، فهجم عليه أبو هريرة يريد أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم معه بأنه فقير ويريد أن يأخذ إلى أهله من هذا الطعام إلى آخره، فحن أبو هريرة على هذا الشخص وأطلق سبيله. وفي الصباح قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك الشيطان وسيعود إليك، وفعلا عاد. وتكررت القصة والمناقشة والعطف عليه أيضا وأطلق سبيله. ثم قص القصة، قال: ذاك الشيطان وسيعود إليك. في المرة الثالثة آلى ألا يطلق سبيله إلا يسلم للرسول عليه السلام، قال له: دعني وأنا أعلمك ذكرا إذا أنت قلته حينما تضع جنبك للنوم لم يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن. قال: ماذا؟ قال: تقرأ آية الكرسي. كأنه صدق، والمؤمن إذا قيل له صدق أطلق سبيله. صباحا قص أيضا القصة، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فلو أن كل بيت مسلم يتعاطى هذه الأذكار وهذه الأوراد التي تعتبر علاجات طبية نبوية، لا يصيبه مثل ما أنت تذكر من السحر أو مس الجن أو ما شابه ذلك. وعلى كل حال، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فما يجوز أن تعالج هذه المصائب إذا صحت أنها سحر إلا باللجئ إلى الله عز وجل، إلى دعاء وتضرع إليه وقراءة آيات القرآن، وبخاصة المعوذتين اللتين قرأهما الرسول عليه السلام حينما سحره ذلك اليهودي، وكان هذا من أسباب فك السهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جوابي عما سألت، باقي معنا 5 دقائق. تفضل. حديثا صدر كتابا لأحد المؤلفين يقول فيه بأن الجن لا يتنفس الإنسان في حالة الصرع، وتطرق في كلامه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال بأن هذه الحالة ما اشتهرت إلا أيام شيخ الإسلام، وأنه تلقاها منذ قديم، يعني من أناس قديمين جدا، واستدل في ذلك بأحاديث كثيرة، ومنها كذلك الأمر في الواقع المعاصر الذي يعيشه المسلم من ناحية طبية، وأثبت ذلك ونفى جميع الأحاديث الواردة وضاعفها في هذا الموضوع. فما رأيكم حضرتكم؟ طيب، ماذا نفعل للملاحدة الذين ينكرون كلام الله؟ ماذا نفعل؟ ما هو العلاج؟ طبعا أنا انتقلت من الإجابة عن سؤالك، لكن هو الجواب نفسه. ماذا نفعل لمن شذ عن منهج العلماء قاطبة؟ لا أقول عن منهج السلفي، لأن العلماء قاطبة متفقون
أن الإسلام كتاب وسنة، وأن السنة حجة، وبخاصة فيما يتعلق بالأمور التعبدية والأحكام الشرعية العملية، وأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا تكون بالرأي ولا بالعقل المجرد، أن العلم الذي تلقاه الخلف عن السلف. كيف نفسر القرآن؟ نفسر القرآن بالقرآن، ولا أقول بالقرآن أولا، هذا خطأ، وإنما نقول جواب عن سؤال، كيف نفسر القرآن؟ نقول بالقرآن والسنة، ليس بالقرآن أولا، لأن هذا معناه تصنيف تحكيم السنة دون القرآن، مع أنه من الناحية الشرعية كما قال عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لهذا أقول كيف نفسر القرآن؟ بالكتاب والسنة. كيف نعرف السنة الصحيحة من الضعيفة؟ بعلم المصطلح والجرح والتعديل. هؤلاء الذين أشرت أنت آنفا إلى بعضهم، هؤلاء ليسوا بلا شك علماء لا في القرآن ولا في الحديث، بمعنى ليسوا هم علماء مفسرون ولا هم علماء محدثون، وإنما هم يدعون العلم ثم يتكلمون على ما يشتهون. فماذا علاجهم؟ لا علاج إلا كما قلنا آنفا، إذا أنكر الدهريون والمشركون كلام الله وشريعة الله، ما علاجهم؟ علاجهم عند الله عز وجل يوم يلقونه، يلقيهم في جهنم وبئس المصير. هؤلاء ما علاجهم؟ علاجهم أن يكون هناك حكم بالإسلام يوقفهم عند حدهم، ولا يسمح لكل فرد منهم أن يتكلم بما يشتهي. اليوم تعلمون أن الإسلام يعني يحارب بوسائل كثيرة وكثيرة جدا، منها التشكيك في القرآن نفسه، ثم درجة ثانية التشكيك في السنة الصحيحة. التشكيك في القرآن ما يكون إلا من الكفار أعداء الإسلام، التشكيك في السنة من نفس المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام، وأن القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة كما ذكرنا في كلام سابق. هؤلاء يشككون بالسنة، وثمرة هذا التشكيك هو أن تصير السنة هوى، هذا يصحح هذا الحديث ويضعف آخر، والعكس بالعكس تماما. ولعلكم تعرفون الشيخ الغزالي المصري الذي فضح نفسه بالكتاب الذي أصدره منذ بضع سنين، إيش سماه؟ الفقه بين إيش؟ نعم؟ إيش؟ المهم ما أحفظ اسمه، شكك في كثير من الأحاديث الصحيحة، وشكك في كثير من الأحكام الشرعية التي اتفق عليها علماء المسلمين قاطبة، مع أنه يتظاهر أنه مع الفقهاء، لكنه يرد على المحدثين، لكن لا هو مع الفقهاء ولا هو مع المحدثين. فهو مثلا ضعف حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وإيش ويمسخون قردة وخنازير. ضعفه هو، وضعفه يوسف القرضاوي،
وهم تخرج من أزهر الذي يوصف بأنه الأزهر الشريف إلى آخره. على ماذا استندوا؟ هل استندوا على علم مصطلح الحديث؟ لا. هل استندوا على علم الجر والتعديل؟ لا. وإنما لما خالف هوى في نفوسهم، والغزالي نفسه يصرح بأنه ولا يخجل، وهو شيخ ومعروف العالم الإسلامي أنه كاتب إسلامي كبير، يصرح بأنه يرتاح لأغاني أم كلثوم، ما شاء الله ما شاء الله، ويقول لبعض الطلاب في مكة أنه يجلس ويستمع إليها. هذا طبعا هذا الهوى لا يلتقي مع ذاك الحديث، فماذا نفعل؟ نقول هذا خطأ من البخاري الذي ذكره في صحيح البخاري، خطأ من أئمة الحديث الذين صححوا إلى آخره. ولقد كان هذا وقبل هذا بزمن كبير من 40 سنة في زمن حسن البنا رحمه الله، كانوا قد أصدروا مجلة سموها الإخوة المسلمون، وكنت أنا في دمشق وكنت أشارك فيها، وكان سيد سابق يكتب فيها عن فقه السنة التي أفرزها فيما بعد في الكتيبات صغيرة، وكأني شعرت الآن بأني سطرت كثيرا فلا أختصر الطريق. المهم نعم أختصر، نشروا مقالا حافظ يقول من حفاظ القرآن، يقول أنا أهوى السماء للغناء وآلات الطرب، مع أنه يحفظ من القرآن كذا وكذا جزءا، يوجه السؤال إلى مجلة الإخوان المسلمون، فهل يجوز لي هذا؟ أحال السؤال إلى الشيخ الأزهري الكبير، ذكروني باسمه. لا أبو زهرة، فأجاب بجواب عجيب جدا جدا. أنا يومئذ توجهت للرد عليه، ثم منذ سنتين تقريبا لما شفت الغزالي والقرضاوي يدندنون حول إباحة هذه المخازي والمآشي وينكرون حديث البخاري، أعدت النظر إلى المسودة التي كنت رددت فيها على هذا أبو زهرة، والحمد لله يعني تعاوننا مع بعض إخواننا وطبعنا الكتاب، وقريبا نزل إلى السوق تحت عنوان تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم ومقلديه. المقصود هذان الأزهريان تبعا لشيخهم الكبير يردون كل الأحاديث التي جاءت في تحريم آلات الطرب، ولذلك كان هذا من البواعث على أني أعدت النظر في المسودة وذكرت الأحاديث الواردة في تحريم الآلات ومنها حديث البخاري، وذكرت طرقه وشواهده لكي لا يغتر مغتر بأمثال هؤلاء الذين يضعفون ويصححون على أهوائهم. ونسأل الله لنا ولكافة المسلمين الهداية إلى الطريق المستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ومعذرة. الله يعطيك العافية يا شيخ.